السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ المهم عندي ستارتر بغيت اشيكه، فنوصل الطرف الموجب اللي في السولينويد هني بالموج البطارية، الطرف السالب نوصل البادي، بعدين نجي هني وهذه الجهة، هذه ستارت، اوكي هذه الجهة موصلة بهني الموجب على اساس انه يعطينا ستارت كانك شغل السيارة. بس لاحظ ان هذا يطلع اوكي، فمعناته السولينويد اوكي والستاتر خراب، لكن اذا هذا يدور بروحه محله فمعناته السولينويد خراب. اوكي سلامتكم.